بسم الله الرحمن الرحيم. باسم عائلتي الرئيس جلالة طالباني وبالأخص أخي الأكبر كاك بافل ووالدتنا العزيزة هيرو إبراهيم أحمد، أرحب بكم في مراسم ذكرى الخامسة لرحيل الرئيس جلالة طالباني. إن حضوركم اليوم معنا دلالة على تقديركم ووفائكم لمناضل كرس حياته كلها للسلام والحرية وحقوق الإنسان والمساواة والديمقراطية. نعم، إن وجودكم بيننا دلالة على تقديركم لقائد حارب الغدر والفساد والظلم والاستبداد حتى آخر لحظة من حياته. نحن اليوم نعيش على أمل أن يكون نضاله وتجربته دليلا لنا نشلك طريقه ونستلهم حكمته. مرة أخرى نشكر حضوركم، واسمحوا لي أن أكمل كلمتي باللغة الكردية. شكرا جزيلا.